عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب. الإنسان متى يظهر؟ الإنسان يظهر في حالات الحسد والعياذ بالله. أنا ما عندي وفلان عنده، لماذا عنده؟ الإنسان يختبر في لحظات الحسد. شخص يحسد من شخص، كاسب يحسد من كاسب، مرأة تحسد من مرأة ثانية. هنا تظهر حقيقة الإنسان، لأن الإنسان إذا تملكه الحسد والعياذ بالله لا يعرف حدا في حياته، يرتكب كل غيبة وتهمة ونميمة وبقية المنكرات في سبيل تحطيم خصمه. الحقيقة الله سبحانه وتعالى يبتلي كل واحد منا بشكل. الإنسان إذا ما كانت فيه هذه الملكة، إذا ما أبقى هذه الملكة، الشيطان يأخذه في مكان ما وينزلق حيث لا ينفع الندى. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن المؤمن يغبط ولا يحسد، والمنافق يحسد ولا يغبط. لا تمدن عينيك، شوف التعبير العلمي، ممكن واحد ينظر لكن مد العين هو التركيز بالنظر على صاحب النعمة. لا، أنت قل اللهم زد وبارك عليه واعطني كما أعطيته، ما في إشكال، لكن مد النظر يسبب الحسد، والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هذا شيء طبيعي. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كاد الفقر أن يكون كفرا، وكاد الحسد أن يغلب القدر. موضوع الحسد دائما، كل موهوب محسود، فرد شيء مسلم به، ماكو واحد اليوم بنعمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول: اقضوا حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. ليش؟ لأنه الناس من يشوف واحد متمتع بنعمة يتصور أنه جت بلاش، جزاف، يجوز تعبان، يجوز أكو سر بينه وبين رب العالمين، يجوز عنده توفيق معين. إذن العمل، نجاح العمل لازم أكو نية، فما يحسب البشر يلغي ذن كلين كأنما ما نقدم عناء وتعب وشيء، يبدي الحسد، هذا ليش هيك صار عنده، هذا ليش توفق هذا التوفيق. إخو ادعي له في يوم من الأيام، فرد واحد عبد الله بن عمر يقولون عنه قاعد عند النبي صلى الله عليه وآله مسجد النبي، النبي التفت لأصحابه، هو عبد الله يقول التفت إنه قال: سيدخل من هذه الباب رجل من أهل الجنة. دخل رجال، ماء الوضوء يقطر من يديه، صلى له ركعتين ورد طلع، ما حد شيء. شو طلع هذا؟ أنا لحقته قلت لعمي أنا وأبوي زعلانين اليوم، فأريد من عندك تقبلني الليلة أبات يمك، ماكو فنادق ذاك اليوم وشي. يقول أخذني رحت للبيت، أشو جاب لنا خبزة الرزق المقسوم المتواضع، ونام للصبح لحد ما أذن أذان الفجر، قعد صلى صلاة الفجر ركعتين ونام. قلت له: يابا أنا ترى ما عندي شغلة ويا أبوي ولا عندي مشكلة، بس أنت النبي يقول من أهل الجنة، خلينا نشوف الجنة بيش حصلتها. احنا ويا أكو ناس الساعة بالعشرة بالليل وقال: يا الله وين تريد بعد وقت؟ قال: والله بعد ورانا صلاة الليل، على اساس عود راح ينام من وقت حتى يقعد بثلاثة الصبح يصلي صلاة الليل، وبالنهار يحش غيبة ونميمة وتسقيط ودنيا. شي هذا هو شي الله يعطي جنة؟ قلت له: عمي انت جايز، انت ما سويت شي، اشو بيش اخذت الجنة؟ قال: عمي والله انا ما مسوي شي، بس غاية ما في الامر ما نظرت لرجل بنعمة الا وسألت الله زيادة فيها.
ربي هذا متوفق اللهم زيده، اكيد اكو سر بينك وبين اللي مطيها النعمه. والا اذا الله مطيب الغلط يعني الله ما يتصرف عدل، يعني شلون الله يوزع باطل؟ لازم منعم عليه باستحقاق، لازم منعم عليه، ويجوز منعم عليه بوبال واستدراج ويريد ينتقم منه مثل قارون. انت ليش مستعجل عليه؟ فيبدي عامل الحسد يشتغل. وقاتل الله الحسد ما اعدله، بدا بصاحبه فقتله. ليش؟ لانه الحسد يشتغل والتسقيط، وهذا يهرب وذاك يجيب، هو منعنش بفلوسه ونايم جو التبريد، وانت تتقلول للصبح، ونتيجة القهر والحسد راح يصير ضغط وجلطة وسكر ومشكلة، وذاك صحته سالمة. يقاتل الله الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. عن معاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: آفة الدين الحسد والعجب والفخر.